أزمات عالمية متلاحقة تسببت في ارتفاعات مستمرة لأسعار النفط على مستوى العالم، بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية ومرورا بالحرب في قطاع غزة، وصولا إلى التوترات الأمنية في البحر الأحمر. التوترات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم تسببت في رفع أسعار النفط والغاز عالميا، فما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية. الحرب في قطاع غزة أضفت مزيدا من العبء على أسواق النفط المثقلة بالأزمات العالمية المتلاحقة، وأدت الحرب إلى حدوث هزات في أسواق النفط وارتفاع في الأسعار، كما عززت المخاوف بين تجار النفط والاقتصاديين من أن الأسواق قد تتجاوز مستويات قياسية لسعر البرميل. تبعات الحرب في قطاع غزة وطول أمدها أضاف أيضا مزيدا من التقلبات في أسعار النفط عالميا، خاصة مع امتداد تبعات الحرب إلى منطقة البحر الأحمر، حيث يواصل الحوثيون شن هجمات على سفن الشحن العابرة في منطقة البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد أدت هذه التوترات الأمنية في البحر الأحمر إلى رفع تكلفة الشحن وزادت من سعر النفط عالميا، وتسببت في تحويلات واسعة النطاق لسفن الشحن من البحر الأحمر. وتتأثر أسعار الوقود في مصر بالعديد من العوامل، أولها وأهمها سعر الوقود عالميا وتكلفة الشحن والنقل واحتياجات الأسواق، خاصة وأن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها البترولية من الخارج. ورغم ذلك واصلت مصر تقديم الدعم للمواد البترولية، وحافظت على وتيرة متباطئة في تحريك أسعار الوقود بسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط العالمية. وبلغت مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي 2024-2025 154 مليار و500 مليون جنيه، مرتفعا من 119 مليار و300 مليون جنيه العام الماضي.